اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم في الفقره الاخيره من سهره رمضانيه على قناه الاهلي. الفقره الاخيره واحد من كباتن النادي الاهلي واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر واللي دايما يعني كان بيطلع يستلم العديد من البطولات واحد الكباتن التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي ومنتخب مصر، كمان لعب مع منتخب مصر في كاس العالم 90 مع جيل ذهبي مع جيل عظيم كان كله هنعرف منه. هنتكلم معاه عن رمضان وهنتكلم معاه عن اسراره وحاجات كتيره جدا جدا من خلال تواجده معايا في الاستوديو الكابتن اسامه عربي نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا عمر؟ صحتك طيب يا كابتن؟ كل سنه وانت طيب. رمضان كريم على حضرتك وعلى الاسره الكريمه كلها. الله يخليك، رمضان كريم عليك وعلى الشعب المصري كله وعلى الامه الاسلاميه ودايما ان شاء الله مصر بخير. وطبعا باباك طبعا زميل الكفاح. كابتن اسامه، يعني رمضان بالنسبه لحضرتك بتقضيه ازاي وازاي رمضان بقى الطقوس المختلفه؟ وانا عارف ان لعيب الكره هو بيلعب يعني رمضان بيتحرم منه شويه، لكن لما بقى بيبطل وممكن يعني حته التدريب ممكن يكون عنده بعض الحريه بعض الشيء. فرمضان بقى السنه دي يا كابتن ازاي بتقضيه والفرق بين رمضان ده ورمضان بقى وحضرتك بتلعب كوره؟ لا، هو رمضان بصفه عامه في مصر مختلف عن اي حته في العالم. دي حقيقه يعني احنا سافرنا كتير وشفنا سواء في افريقيا سواء في اوروبا سواء في الدول العربيه. طبعا الى حد ما في الدول العربيه في بعض الملامح طبعا زي عندنا، بس ما فيش الفرحه الكبيره والروح اللي بتبقى موجوده في رمضان في اجواءه في مصر. يعني يمكن واحنا صغيرين الدنيا بتبقى اسهل شويه، يعني اللعب طبعاً. بالفوانيس الموضوع الحاجات اللي كنا بنعملها زمان بقى، بس دلوقتي خلاص ومفروض ان فيها خطوره كمان اللي هو البومب والصواريخ والحاجات ديت. طب الكوره يا كابتن؟ الكوره طبعا دورات رمضانيه في الشارع في المنيره يا كابتن. طبعا يعني على طول شوارع مصر كانت فاضيه. انت طبعا ما كنتش اتولدت يا عمر. يعني باباك كابتن ربيع طبعا عاشر الحاجات دي في السبعينات والثمانينات والجيل طبعا اللي قبلينا. طبعا الشوارع كانت في القاهره فاضيه، وبالطبع في معظم احياء بقى مصر بقى، مش انت بتتكلم القاهره اللي هي اسحب حته، فما بالك خارج القاهره. فكان على طول اللعب في الشارع، تلاقي الاحياء بتلعب بعض، كل فرقه كل حي عنده فريق. بنعمل دورات رمضانيه على طول. يمكن دورات رمضانيه انتقلت لمراكز الشباب او الانديه او كده، لكن زمان كانت بتبقى مقامه في الشوارع. وكانت بتبقى اجواء طبعا حلوه جدا. يعني طبعا الصيام من واحنا صغيرين الحمد لله، بس ما كناش بنحس بيه لما بيبقى في لعب كوره، لكن بنخلص على الفطار على طول. مظبوط، كنا نخلص معظم الوقت على الفطار، واحيانا كمان كنا ننزل بعد الفطار نلعب. صح. بالليل في الشارع. صح. على اضواء العواميد النور وكده. مع الوقت بقى ولما كبرنا وابتدينا نلعب في النادي وارتبطنا او المنتخب وسفريات كتير وكده، ساعات كتير كنا بنأدي بقى بره مصر. يعني لظروف بنلعب مثلا بيبقى في ايام رمضان، في ايام كنا بنلعب واحنا الساعه 2 الظهر مثلا بتبقى صايم وبتلعب، كان بيبقى جو صعب جدا في بالذات لما بيجي في الحر. في ايام لعبناها في مثلا معسكرات في اوروبيه مثلا، كنا بنبقى في رمضان رمضان يخش لك مثلا المغرب الساعه 10 و11 بالليل. حضرتنا الحاجات مرة دي. مره الكابتن مصطفى عبده قال لك انا اول مره افطر والنور طالع، يعني الساعه 10 بالليل ولسه بتاكل وقت انا جبت. كنت عايش في فنلندا كان الصيام 21 ساعه. كنت بفطر الساعه 11 والفجر كان 1:30. صح، لانه الليل بيبقى قصير جدا ومعظم الوقت في الصيف الليل قصير والشتاء والصيف طويل العكس. او النهار طويل اسف، لكن الشتاء كابتن الليل بيبقى اطول والنهار بيبقى حاجه يا دوبك قليله كده. طب يا كابتن انا عايز اسالك على البدايه بقى، يعني حضرتك هل حضرتك اكتشفت موهبتك من خلال كره الشارع وحضرتك تلعب دورات وبعد كده حد بص قال الولد ده لعيب كويس ناخده يعني يلعب في فريق، ولا البدايه كانت زي كابتن اسامه؟ مظبوط. يعني انا يمكن انت كنت جاي في الفقره اللي قبليها مجموعه من الشباب بتوع النادي الاهلي صغيرين، فالواحد بيتذكر يعني ربنا ان شاء الله يوفقهم، وواضح ان هم عندهم مواهب كويسه. انا شفت في اللقطات اللي جت في الفيديو كده، ربنا يوفقهم ان شاء الله ويبقوا لعيبه كبار. يعني جت من خلال
المدرسة مثلا، مدرس الألعاب بتاعنا التربية الرياضية كان بيقول لي أنت مثلا كويس، زمايلي في المدرسة، في الشارع لما كنا نلعب دورات أو في بنلعب في الأوقات العادية، يعني الناس كلها حست إن 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 في موهبة يعني. تمام. فكله كان بيكلمني لا أنت لازم تروح تلعب في نادي، أنت كذا كذا كذا، لغاية لما كابتن حمادة إمام الله يرحمه، طبعا عندنا كمان الكابتن فاروق جعفر، كل دول احمد ماهر، كابتن احمد ماهر، كل دول من المنيره يعني، كابتن اسامه عباس، كابتن مجدي. البدايه كانت في المنيره كابتن في كره الشارع. ابتدى بقى، رحت الاول نادي الزمالك عن طريق كابتن حمد امام، ولكن وكنت خلاص هبتدي اخش العب، انا كنت اهلاوي بطبيعتي، فقلت لا طب اصبر. كابتن امين اثر عليك ولا لا؟ أمين أهلاوي برضه، يعني والدي أهلاوي. يعني حد فيه مأثر عليك قالك لا ما تروحش الزمالك، ولا حضرتك اللي كان عندك قناعة من جواك؟ أنا من جوايا أنا عندي إحساس إن أنا يعني المفروض ألعب في الأهلي، دي كانت يعني قناعة. طبعا يا كابتن بس حاجة ممتازة. لكن ما هو أنت كل عيلة بتلاقي فيها الأهلاوي والزملكاوي، أنا عندي ولاد عمي وعمامي وناحية خلاني زملكاوية، يمكن اتعاطفوا بعد كده مع الوقت مع اللعيبة. صح. لكن والدي كان أهلاوي وأمين طبعا، وأسرتي كلها أهلاوية. فمشيت الايام ما قطعت ما رحتش نادي الزمالك، ولغايه لما الامور دارت رحت نادي المقاولين العرب الاول، وبعد كده لما نهيت في نادي المقاولين العرب ما تأيدتش في الفريق الاول، رحت النادي الاهلي، كان كابتن احمد ماهر الله يرحمه هو ماسك فريق ال 20 سنه، ووداني لي واحد صديقنا في المنيره الاهلاوي اسمه عبد المنعم، وابتديت العب بقى مع فريق النادي الاهلي اللي هو الجيل بقى اللي كان يعني معظمه في الثمانينات والتسعينات كان بيمثل النادي الاهلي، كباتن طاهر ابو زيد، علاء مايوب، طبعا ربيع كان ما كانش في الفرقه دي، كان اكبر مني بسنه او سنتين، كان في الفريق الاول، شوبير، محمود صالح، حمدي برادي، ضياء السيد، يعني جيل كبير جدا، بعضهم كان بيلعب في الفريق الاول بس في فرقه ال 20 سنه برضو. وسنه 82 فاكر الهدف ده يا كابتن؟ طبعا ده كنا بنلعب المرسى التونسي بطوله افريقيا سنه 84 85، وطبعا علاء مايوب هو اللي لعب لي الكره دي، واحد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، وربنا وفقني وجبتها. دي طبعا كره يعني دخلت بالزق اعتقد ماتش الترسانه. بس جبت حضرتك كنت تلبس 9، ازاي كنت تلبس 9 وحضرتك بعد كده رقم 15 بقى الرقم التاريخي للكابتن اسامه عرابي؟ لا، هل حصلت صدفه في الارقام، ولا حضرتك كنت بتحب رقم معين، ولا 9 ده كنت مجبر ان انت تلبسه يا كابتن؟ لا هقول لك. رقم 15 كان مميز بيه كابتن كبير، يعني بقول له كل سنه وهو طيب، الكابتن مختار مختار طبعا، مخ، وطبعا جيل السبعينات كله هو ده كابتن مصطفى عبده. مصطفى عبده طبعا طبعا، دي في ماتش السجارة. وان كان الهدف ده او الكره دي ما اتحسبتش اللي هي بتاعت مصطفى، كابتن مصطفى لعبها لحضرتك، كان الهدف الرابع ده نهائي بطوله افريقيا، ودي كانت في مرسى التونسي، اعتقد كنا في دور الثمانيه او الدور اللي قبل النهائي. 9 بقى، رقم 9. رقم 9 كان زي ما قلت لك كابتن مختار كان بيلبس 15، وطبعا اللعيبه القدام الكبار ليهم تاريخ، كل واحد ليه رقمه معروف بيه. فانا كنت لما العب مباراه الفانيلا اللي موجوده اخدها. تمام. ففي مثلا مباراه تلاقيني واخد 9، في مباراه واخد يعني رقم 8 على طول، وطول عمرك مش بتاع مشاكل واي حاجه موجوده. لا مش كده، لا مش كده يا عمر، لا هو عشان كنت انا الصغير لسه طالع. انا بتكلم في كده، لكن في لعيبه كابتن دلوقتي ممكن تقول لك لا انا عايز البس الرقم ده وممكن يعملوا. لا من اول مثلا عنده 19 سنه 18 سنه لا ما بيطلع. ممكن نشوف اهو. ممكن. ممكن 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 احتمال، الله اعلم الجيل اتغير. لكن كان في ناس يعني كابتن مصطفى عبده 7، كابتن طبعا محمود الخطيب 10، كابتن مختار 15، كل واحد كان معروف نمرته. 9 كابتن ما كانش في حد. 9 كان الكابتن مجدي عبد الغني، بس ساعات مثلا افرض في مباراه واحد مش موجود انا باخد الرقم اللي مش موجود وهكذا. فمشيت في السنه الاولانيه كده يعني اللي هي 82 83 83 84 في بدايتها يعني. بعد كده جت ظروف الكابتن مختار اصيب واعتزل يعني، فانا اخدت بقى رقم 15 وفضل
معايا لغايه لما. طب هل الكابتن مختار كان مثل حضرتك الاعلى وحضرتك اخذت 15 علشان كده، ولا حضرتك بتحب رقم 15 اصلا؟ لا كابتن مختار واحد من او من الناس اللي يعني مثل الاعلى، واحد منهم كان لعيب مميز جدا مهاري بيعرف يعني يمكن انا فيها شبه منه في حاجات معينه، بيلعب على الخطوط بيعرف يعدي بيرقص على الاطراف، انا يعني لعبي في شبه منه فكنت بحبه جدا طبعا. وخدت الرقم ده كمان عشان هو كان ساعتها قلت لك اصيب واعتزل لكن اصلا هو واحد من اللي كنت انا يعني بعتبره مثل الاعلى. كان في طبعا الكابتن جمال عبد العظيم كمان طبعاً. موجود وكابتن طبعاً. ففي كذا واحد لعبوا في الطرف الشمال دول كنت انا بحب لعبهم يعني. كابتن اسامه في مرحله الناشئين مين من المدربين اللي حضرتك فاكرهم اللي ممكن يكون ليهم فضل على حضرتك وساعدك بشكل كبير انك توصل للفريق الاول؟ اول واحد الكابتن سعيد عبد العظيم، ده مدرب دلوقتي هو بيشتغل مدرب احمال مع كابتن مختار تملي يعني، وكان في المقاولين العرب كان مدير فني في فرقه 16 سنه، وهو اول واحد لعبت على اديف نادي يعني، انا كنت بلعب في الشارع لغايه 16 سنه، هو اللي خدني في المقاولين ولعبت تحت ايده سنتين، وبعدين بعدي كابتن ماهر احمد ماهر في فرقه طبعًا 21 بقى سنه لما رحت النادي الاهلي رحمه طبعا كابتن احمد ماهر، فهم دول تقريبا اللي انا يعني لعبت على ايديهم وانا صغير في مرحله الناشئين، لان ما كانتش طويله قوي يعني، ما لعبتش مثلا بالظبط في يعني في زمايلي لعبوا مثلا في النادي الاهلي من هم عندهم 9 سنين مثلا او 8 سنين او في انديه اخرى يعني، 16 سنه رحت 16 سنه في المقاولين العرب وقعدت 3 سنين وبعد كده اتنقلت للنادي الاهلي وسنه ورحت لعب على الفريق الاول. اتنقلت ازاي يا كابتن بقى من المقاولين الاهلي؟ اتنقلت. الموضوع كان صعب زمان، ما كانش زي دلوقتي يا كابتن، دلوقتي الموضوع ممكن يكون شويه سهل، لكن زمان الموضوع كان بيبقى شويه فيه بعض الصعوبات. مظبوط، كان الانتقالات صعبه، لكن انا ما اتنقلتش اقصد باستغناء، لا انا هو نادي المقاولين العرب هو اللي كان استغنى عني يعني كمان يعني يا كابتن. كان جينا فرقه العشرين سنه كانت مقامه في كل مصر، الفرقه العشرين سنه نادي المقاولين العرب جاله مدرب انجليزي كان ماسك قطاع الناشئين وقال انا هلغي فريق العشرين سنه، هنلعب لغايه سن 18 سنه بس وهنلغي مسابقه العشرين، ودي كان خطا كبير جدا لانه نصيبك نصيبك. لا نصيبك بالنسبه لي انا خدمتني بالنسبه لي انا، لكن هي خلصت على ناس كتير قوي مع حضرتك. مظبوط كده يعني في لعيبه كتير جدا كانوا في الجيل معايا في الفرقه ديت كانوا مميزين جدا ويمكن بعضهم كان افضل مني، ولكن في ناس ما كملتش ما رضتش تكمل، في ناس لعبوا في انديه اصغر وما كملوش، في ناس ما وفقوش، لكن كان جيل كبير يعني مشي اكتر من 30 لاعب يمكن. فكنت انا اتصعدت للفريق الاول ومعايا اتنين من زمايلي، وبعد كده جه المدرب الفريق الاول كان تومسون. ده هدف حركه ده هدف المقاولين. جه بقى تومسون كان في الفريق الاول قال لا خلاص انا مش محتاج الصغيرين دول. ما اتفرجش عليك كابتن؟ ما اتفرجش عليكم ولا قيمكم ولا اي حاجه؟ هو كان مشغول، انت عارف المدرب الاجنبي برضو بيبقى مشغول قوي بالناس بتوعه، وكانوا ساعتها نجوم كبار قوي سعيد الشيشيني وحمدي نوح ورضوان وزمزم، كان مجموعه كبيره قوي ولسه طالعه، فاحنا كنا لسه طالعين من تحت 18 سنه، حتى مش فرقه ال 20، قلت لك فرقه ال 20 كانت اتلغت. فقعدنا اسبوعين كده او 10 ايام معاهم في التدريب وقال لك لا خلاص انا مش محتاج الثلاثه دولت، وانا كنت واحد فيهم. فرحت بقى فرقه النادي الاهلي تحت 20 سنه كان الكابتن احمد ماهر، وفعلا لعبت موسم 81 معاه، وسنه 82 جه الكابتن محمود الجواري وصعدت بقى للفريق الاول. دخولك كابتن للنادي الاهلي بقى او للفريق الاول اكيد بقى كابتن كانت يعني ممكن تكون لحظه حضرتك فاكرها لحد دلوقتي، اول يوم ده دايما في اي حاجه او في اي حلم بالنسبه لاي لاعب او اي بني ادم بيكون دايما مميزه ودايما فاكرها وفاكر احداثها لحد دلوقتي. اول يوم ليك في النادي الاهلي كابتن كان عامل ازاي؟ اول يوم في الفريق الاول يا كابتن. بتكلم على الفريق الاول. الفريق الاول دي كانت ليها قصه طويله، يعني يمكن حكيتها اكتر من مره، لكن هي ملخصها انه النادي الاهلي كان ساعتها لقيت 30 لاعب. تمام. كان الكابتن جوهري وكان الكابتن مدير فني وكابتن عبد العزيز عبد الشافي كابتن زيزو مدير الكوره. كانوا اختاروا 30 لاعب، كانوا عندهم معسكر في المانيا. فعن طريق الكابتن احمد ماهر، عن طريق الكابتن انور سلامه يعني ربنا يمسيه الخير برضو، رغم ان هو ما كانش مدربي في الناشئين بس هو كان ماسك تقريبا فرقه 17.
كابتن فؤاد شعبان كلهم قالوا لهم ده فيه لعيب كويس في فرقة العشرين سنة وكان في أكتر واحد من معايا من الصغيرين بس مش في الثلاثين اللي هم اختاروهم في البداية. تمام. فكابتن جوهر قبل السفر شافنا في تقسيمة صغيرة كده ولفت نظره فهو جه قال لي قبل السفر أنت تخليك قاعد ما تمشيش من النادي إلا غير لما نرجع من ألمانيا. كانوا هيروحوا يقعدوا معسكر أسبوعين. أنا قلت هو بيقول كده بطيب خاطري يعني بس هو يظهر ان انا يعني بقيت في ذهنه يعني بيفكر فيك دايما لا فكر فيا يعني هو قال لي الكلمه دي بعد التقسيمه دي تقسيمه صغيره جدا يعني كنا خمسه ضد خمسه كده وفعلا راحوا الاسبوعين ولقيت كان زميلي اسامه عباس طبعا لاعب الاهلي والاسماعيلي الكبير ساكن عندي جنبي في السكن يعني في المنيره في القصر العيني وجي بيندهني بيقول لي ده الكابتن جوهري محتاجك ده بعد ما هم سافروا اسبوعين او ثلاثه في المانيا ورجعوا انا قلت ده خلاص وابتديت انا ابحث عن انديه اخرى يعني هو فعلا بقى رحت التدريب لقيته ما بيكلمنيش بيقول لي انزل الملعب انزل الملعب بقى وسط بقى الفطاح اللي هو جيل السبعينات والثمانينات كباتن بقى الخطيب مصطفى عبده ربيع ياسين مجدي عبد الغني علامه ايوب طاهر ابو زيد مختار كابتن مصطفى يونس مش عارف انسى حد كابتن ثابت البطل الله يرحمه كابتن اكرامي سامي كلها خالد جلال الله رمضان السيد عامر ماهر همام انا مش هقول ثابت الكابتن اكرامي انا مش جيل جيل عظيم يعني جمال عبد العزيز كان لسه في الاهلي قال لك انزل كده عملت ايه يعني حضرتك هو بقى دي لا انا طبعا في ذهول بقى يعني انت من واحد بتتفرج عليهم في التلفزيون وبتتابعهم او بتشوفهم في بتروح التدريب مثلا تتفرج عليهم او كده لقيت نفسك معاهم يعني بس الحمد لله يعني يوم عن يوم انت عارف احنا عندنا في النادي عمر اللي بيخش في الفرقه ودي متوارثه محدش عمره بيحس انه غريب دي حقيقة يعني دي حقيقه كلهم بيساعدوك مظبوط يعني كل اللي جم في النادي الاهلي من خارج النادي الاهلي يعرفوا النقطه دي تماما عرفوا ان اول ما بيخش جوه الفرقه خلاص بيبقى واحد مين اول واحد عمل معاك اللقطه دي يا كابتن؟ لا والله كل واحد قرب منك ودايما بيتكلم معاك ودايما حريص ان هو يعني لو عايز حاجه قول لي لو عايز حاجه بره النادي اسالني عليها لو عايز اي حاجه في الكوره يعني دايما في واحد يا كابتن بيقرب ليك والله كلهم يعني انا مش عايز اقول لا يعني والله كلهم يعني كابتن مصطفى يونس رغم ان انا ما لعبتش معاه رسمي بعد كده لانه هو اعتزل وكده كان بيوجهني دايما كابتن مصطفى عبده كابتن خطيب زمايلي بقى اللي في سني طبعا كانوا اقرب يعني طبعا اقرب ليا حكم السن طبعا يا كابتن كان محمود صالح شوبير علاء ميهوب المجموعه دي يعني حمده برادي دول كانوا طبعا بطبيعه السن احنا كنا قريبين من بعض 19 20 سنه يعني لكن الباقيين كلهم كانوا بيوجهوني بصراحه واستفدت منهم يعني ما فيش شك اكيد يا كابتن يعني حضرتك بتفكر وانت بتتمرن ازاي بقى تلعب يعني حضرتك عملت خطوه ان انت يعني بقيت مع الفريق الاول بتتمرن معاهم لكن بقى انك تلعب ماتشات ازاي ممكن تلعب ماتشات ودي كانت اكيد مرحله صعبه لكن ازاي حصلت يا كابتن اسامه؟ لا كانت صعبه جدا يا عمر انت عارف كابتن جوهري مدرسته مفيش حد يلعب بسهوله حتى لو هو كويس ما عندوش يعني انك انت تطلع مثلا عندك 18 سنه وتلعب على طول دي او 7 الكلام ده كان بيبقى عايزك تشقى يعني وعلى فكره يعني هو عنده وجهه نظر فيها كويسه جدا كنت لسه اسال حضرتك ده صح ولا غلط لانه بص هي ساعات احيانا بتبقى يعني في واحد بينضج عن واحد في سن صغير ماشي لكن القاعده اللعب بسهوله مش محبب انا بالنسبه لي انا كمان كده مش يعني لازم تشقى شويه خاصه بيبقى فيه نجوم كتير ولاعيبه اسامي تقيله وكمان انت وحظك انت ساعات بتطلع في جيل موهوبين قوي يعني انا الجيل اللي طلعت فيه ده كانوا حاجه جامده قوي وحوش يعني يعني في نص الملعب كان فيها الصغيرين اللي قد دي كانوا جامدين قوي علامه ايهوب واكبر منه شويه مجدي عبد الغني خالد جدالله اكبر مني شويه المجموعه دي وفي بقى قبليهم صفوت وطاهر وطاهر الشيخ بس صفوت ما لحقتوش انا الله يرحمه جمال عبد الحميد ويعني مجموعه جامده جدا في نص الملعب فانت رمضان السيد محمد عامر مختار اسامي جامده جدا فانت ساعات بتبقى طالع في وقت اللعب فيه على طول صعب وساعات بتطلع في جيل بتلاقي الدنيا سهله شويه فعليكش ايت فالكابتن جوهري كان
حتى في التقسيمات يمكن ما ساعات ما بنلعبهاش، يعني احنا كنا 30 لما يجي يعمل تقسيمه مثلا 11 ضد 11 في 7 8 قاعدين بره، فتلاقي معظمهم الصغيرين يعني اللي هم لسه طالعين. ايه دخلك بقى الجيمنيزيوم، يعمل لك تدريبات اثقل في الملعب، يعمل لك تدريبات يعني قويه، يجهدك، يقول لك لازم عضلتك مش عارف العضله تبقى عامله ازاي، هو ليه اسلوب كده الله يرحمه. بس واضح ان حضرتك تاثرت يعني باسلوب تدريبه وحتى حضرتك مدرب. اه طبعا يعني انا واضح ان حضرتك عشان حضرتك قلت لي حاجه، هو يحب اللاعب الصغير يشقى. حضرتك قلت لي وانا كمان احب كده. فقلت بس حضرتك المدرستين زي بعض قريب. ما انا حضرتك مرات دخلت مع مدربين كتير قوي يا كابتن. لا انا يعني مش هقدر اقول انا يعني خدت كل حاجه من الكابتن جوار، بس في حاجه أيوة انا بقتنع بيها طبعا. وبعدين على فكره مع الوقت هو كلامه طلع صح في انا بتكلم في المعظم، في استثناء يعني حاجات بسيطة قوي، حتى في العالم كله على فكرة، مش في مصر بس، مش في مصر بس، يعني اللي هو بيلعب 18 17 19 دي عدد قليل قوي، يعني مش هتلاقي يعني معظمهم بعد يمكن ال 20 سنة يعني. فهو بقى قاعد يمرن فينا وكده، وانا كنت اروح اساله يا كابتن مش هنلعب، يا كابتن انت بتدينا فرصة، يا كابتن، يقول لي اصبر اصبر اصبر، انت لسه قدامك المستقبل طويل، انت لسه قدامك مش عارف 10 15 سنه. طبعا الكلام ده بيهمد، الكلام ده كابتن بيهمد. هو بيهمد بس هو لا يهمد لو انت مش مقتنع باللي قدامك، لكن صح. هو بيعاملك كويس طبعا. وحبك وبيدفع فيك، بس هو عايزك يعني تقف على رجلك كويس، وخاصه انا بقول لك الفرقه كمان قويه يعني. لغايه هو قال لي كلمه، قال لي يا اسامه مش مهم تلعب امتى، انا فاكرها كويس قوي، قال لي مش مهم تلعب امتى، المهم تستمر لما تلعب. صح كده، لان احنا شفنا امثال بقى كتيره قوي، ناس طلعت ده لحد دلوقتي وفي السن اللي هو اصغر مننا، وماتش ماتشين ما تلاقوهوش، او 5 6 شهور ما تلاقوهوش. وفي ناس تعبت ولعبت متاخر شويه نسبيا يعني، ولكن استمروا بقى 10 سنين و12 سنه و13 سنه. فبس لغايه لما جات لي الفرصه بقى موسم 82 كان اول ماتش، ولا حضرتك كنت موجود على مقاعد المدرب كده لعبت، ولا اخذت الماتش من الاول؟ فاكر يا كابتن اول ماتش؟ اول ماتش كنت بنلعب الاولمبي في اسكندريه، ماتش صعب. بس كنا بس الماتش اتسهل قوي، كسبناهم يوميها 5-0. وهو نزلني مثلا في اخر تلت ساعه كده او 25 دقيقه، كنا كسبانين 4-0 ونزلت. اعتقد اللي جابوا الاجوان ساعتها زكريا ناصف وكابتن مختار وفوزي سكوتي اعتقد يعني. ونزلت لعبت حوالي تلت ساعه، ده سنه 82. وبعدين ماتش دمياط برضو، كان دمياط في الدوري الممتاز، لعبت فيه برضو تلت ساعه، ودي كانت سنه 82. سنه 83 بقى لعبت نهائي بطوله افريقيا مع كوتوكو، يمكن كان بديل لوالدك الكابتن ربيع ياسين. كان هو اتصاب في مركز الظهير الايسر، وكان نهائي افريقيا، وهو كابتن جوري خلانا العب نهائي ظهير ايسر رغم ان انا اصلا وسط ملعب. انا كنت لسه اقول لحضرتك. ولعبت المباراه وربنا وفقني فيها، وابتدت بقى المسيره بقى، ابتديت بقى ابقى شبه اساسي في الفرقه لغايه لما بقيت اساسي في الموسم 83 84 وابتديت العب بقى على طول. بس كابتن اسامه حضرتك عملت حاجه، المعادله اللي كانت صعبه، حضرتك اول لاعب اعتقد من اوائل اللعيبه اللي قدروا يكملوا مسيرتهم الكرويه لحد اخر وقت ممكن. حضرتك اعتزلت كام سنه يا كابتن؟ كنت 37 وشويه يعني، كنت داخل على 38. كابتن عمرانك يعني اعتقد ما كانتش حصلت في النادي الاهلي، ولا كانت حصلت في مصر ان اللعيب، لا هو يعني كابتن اسامه عربي من اوائل الناس. يعني كابتن ثابت البطل، وكان حارس مرمى الله يرحمه. بعد لغايه 39 اعتقد. ويقال ان كابتن صالح سليم لعب لغايه 37، انا يعني اللي انا سمعته قبليه يعني، بس يعني من الاوائل. حضرتك من الاوائل، كان في كتير لعبوا السن ده يعني. كابتن يعني ايه اللي ساعد حضرتك ان حضرتك توصل هل فكر المدربين الاجانب اللي دربوا حضرتك في الفترات الاخيره من عمرك في كره القدم او في الملاعب، هو ده اللي ساعدك، ولا حضرتك كنت دايما يعني حابب التمرين، حابب انك تهتم بلياقتك البدنيه، حابب انك تطور من نفسك، ولا دورك كقائد وليد جوه الملعب ما كانش حد يقدر يستغنى عنك؟ اكيد كان في عوامل كتير. يعني هي انت يعني ايه، انا جبتها كلهم. لا برافو عليك. صح، ما هو انت هي العوامل بتبقى مكتمله، ما فيش عامل واحد. يعني الحمد لله انا كنت بتمرن كويس قوي، وكنت مركز قوي في اللعب في الكوره يعني.
بتمرن كويس جدا، محافظ على نفسي، يعني مهتم ان انا اعمل حاجه، ما عنديش يأس. لدرجه انا في زمايلي بعد كده كانوا بيضحكوا معايا، عادل عبد الرحمن وعمرو انور وعبد الجليل، طبعا اصغر مني ب7 سنين تقريبا، 8 سنين. كابتن مشكله في نزار كلهم، يقول لك يا كابتن اسامه بطل بقى. اقول لهم لما طلعوا بقى هم في التسعينات كده، قلت لهم بصوا انتوا هتبطلوا، هتلعبوا هتبطلوا، وانا لسه اكون بلعب. فعادل بقى كل ما يشوفني يقول لي تصور انت طلعت صح، كلنا غلط، كلنا مشينا وانت كملت. فكانت طبعا فيها اصرار مني الحمد لله ومثابره. ثانيا المدربين الاجانب اللي جم ساعدوني في الموضوع ده، يعني انا اخر حياتي كان في سوبل لمده 2 سنين، قبليه هولمان لمده 2 سنين، وقبليهم هاريس لمده 2 سنين. 6 سنين دول بعد ما عديت ال 31 سنه كده. للاسف كان في مفهوم في مصر انك انت تيجي عند 27 28 سنه يقول لك ده كبر ومفروض يبطل. كان مفهوم داير في مصر كده، ما تفهمش ليه. مهما كنت انت بقى ممكن بتأدي احسن من واحد عنده 25 سنه، بس هو يقول لك انت عندك 29 انت هتبطل وهو يكمل، ما تفهمش ليه. لكن مع الوقت مع الوقت مع الوقت الناس ابتدت تعرف ان هي عطاء وجهد. صحيح السن هيوقفك بمزاجك او غصبا عنك، السن بيوقفك في وقت معين لانك يقيا بتهبط، سواء القوه سواء السرعه سواء اي يعني الناحيه البدنيه بتقل. انت عمرك ما فكرك بيقل، ده بالعكس، انت كل ما السن بيزيد تنضج اكتر تنضج اكتر. يعني مارادونا ما بطلش عشان هو نسي الكوره، هو او يعني كورته قلت، هو بدنيا ما بقاش قادر، او اي حد كان موهوب قوي، يعني انا بتكلم في المطلق يعني. فهو السن هيوقفك هيوقفك، ولكن في واحد بيحافظ على نفسه يقدر يلعب لمرحله طويله، وفي واحد مهمل ما متمرنش كويس ما بيحافظش على نفسه، ممكن تلاقيه عنده 26 سنه مش قادر يمشي. وفي امثله كتيره جدا طبعاً موجوده في مصر دلوقتي كده. يعني في لعيبه ممكن يبقى عنده 25 26 سنه وتحس انه بيلعب لعب معتزلين، لعب مبطلين، يعني لعب مبطلين. فهي مش مرتبطه بالسن 100%، هي فيها جزء في السن لكن مش هي كلها في السن. فالحمد لله يعني مع توفيق بقى ربنا انه ما جاتليش اصابه مثلا بتعجز، لانه في لعيبه زمايلي كانوا يقدروا يلعبوا للمده اللي انا لعبتها، بس مثلا جاله رباط صليبي، جاله القدر يعني كابتن مختار وكابتن مصطفى يونس يعني بطلوا في لسه كانوا في 30 سنه وبطلوا. كابتن ما هو كابتن مختار، لانه كابتن مختار جات له اصابه جات له جامده في الركبه وعمل عمليه وما وفقش فيها. لكن الكابتن مختار كان يقدر يلعب كذا سنه ثاني، كابتن مصطفى كان يقدر يلعب كذا سنه، علاء مايوب كان يقدر يلعب كذا سنه ثاني لولا ركبته. ففي ناس ظروف مثلا اصابه هي اللي عطلته، فانا كنت موفق كمان انه الحمد لله ما جاتليش اصابه معوقه يعني. فكل العوامل دي بقى هي اللي خلتني اكمل يعني. شارة القياده، هل حضرتك اخذتها علشان تاني ادم واحد في الفريق، ولا كان في يعني بعد ما مين الكابتن كان قبل حضرتك الاول؟ او حضرتك اخذت الشارة فاكر ولا صعب؟ مين؟ هو اللي قبليا شوبير، كابتن شوبير. لما كابتن شوبير اعتزل حضرتك اخذت الشارة، هل حضرتك كنت التاني ولا المدير الفني اللي كان موجود او الجهاز الفني شاف ان كابتن اسامه هو احق واحد بشارة القياده؟ في مدربين كده، في مدربين تقول لا انا يعني صح. يعني في لا ده يستحق، ده ليدر جوه الملعب. في ناس بالادميه، فحضرتك كنت بالادميه. ايوه هو يمكن النظام الثاني اللي هو بالليدر والكلام ده في اوروبا تنجح اكتر مش في مصر. تنجح اكتر في مصر مش هيسيبوك. مصر خلي بالك احنا عندنا برضو حتى في المجتمع العادي حته التقدير القديم والسن واللي اكبر منك يعني موروثه، حتى في مش في الكوره بس يعني عادات وتقاليد فيها دي. ف يعني ماشيه في النادي الاهلي ومعظم وكل انديه مصر بالاقدميه. ويمكن انت جه ديكوتي في فتره السبعينات وكان عايز يدي الاشاره للكابتن خطيب افتكر، وكان قبليه كابتن مصطفى عبده وكابتن صفوت، وحصلت بعض الامور يعني ناس ما ارتاحتش ورجعت الاشاره تاني للاقدميه. يعني انا افتكر يعني انا ما عشتش الفتره بس كنت اسمع عنها يعني او قريتها في الجرايد او كده. فما مشيتش برضو، فهي مشيت عندنا في النادي الاهلي زي معظم مصر بالاقدميه، فهي جت بالاقدميه يعني. ورغم انه دلوقتي
سواء في النادي الاهلي او انديه مصر عشان المحترفين كتير وعشان الانتقالات كتيره بقت سهله قوي واحد يجي كابتن النادي. صح. احنا عندنا ممكن تلعب كنا في وقتنا ممكن تلعب 10 سنين او 12 سنه وما تاخدش كابتن الفرقه، لان في واحد زميلك معاك يعني مثلا فورد مثلا انت وعلاء ميهوب مثلا تبقوا نبقى في سن واحد مثلا وعلاء لعب قبليه ممكن يقعد هو يلعب 10 12 سنه وانت تعتزل وهو ما خدتش الشهر. لكن دلوقتي فيها تغييرات كتيره انتقالات كتيره قوي، يعني انا ساعات كل سنتين ثلاثه الاقي الفرقه بتاعت الانديه يعني اهلي او زمالك او غيره متغيره، يعني كل 3 4 سنين ممكن تلاقي واحد لسه ما لعبش سنتين ثلاثه في النادي الاهلي وكابتن مثلا او الزمالك او انديه اخرى يعني. لكن زمان كان اللي بياخد الكابتن ده بيشقى يعني يعني كابتن خطيب مثلا خد الشاره في وقت قصير جدا لانه كان معاه مصطفى عبده ومصطفى يونس ماشيين معاه السكه كلها وهم اقدم منه. يعني خدها مثلا على اخر سنه سنتين هتلاقي طاهر كده هتلاقي علاء كده هتلاقي كل واحد فينا يعني. لكن حضرتك مسكتها بسم الله ما شاء الله ما سبتهاش. الحمد لله خدتها فتره طبعا وده شرف ليا ان انا ابقى كابتن النادي الاهلي والحمد لله يعني زي اجيال كتيره جت. الماتش ده كابتن حضرتك يعني كنت بتتفرج عليه بقى لسه ما ده ماتش 4-2؟ كنت بتفرج طبعا كنت مشجع يعني. حضرتك كابتن بسم الله ما شاء الله جت ذاكرتك كمان بسم الله ما شاء الله قويه في الماتشات اللي حضرتك على حضرتك اهلاوي اهلاوي. لا اصل يعني اهلاوي مش 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 مش, مش اي كلام كده لا حضرتك لا يعني اصل الماتش ده علامه يعني الماتش ده كابتن خطيب كان بيسخن خطيب كان بيسخن وكنا مغلوبين ونزل وجاب جون وطاهر نزل برده كابتن طاهر الشيخ نزل وكنا مغلوبين وكسبنا 4-2 ماتش طبعا مشهور يعني تقريبا مصطفى عبده اعتقد جاب جونين باين والخطيب جاب جون وجمال عبد الحميد جاب جون تقريبا. كابتن اسامه حضرتك اتمرنت مع مدربين مصريين ومدربين اجانب ممكن نقول مين اللي يعني مش هقول لحضرتك السؤال المحرج اقول لك مين احسن مدرب اتمرنت معاه عشان يعني اعفيك من السؤال ده كابتن اسامه لكن مين افضل المدربين اللي سابوا لكابتن اسامه عرابي تاثير نفسي وفني كبير بدا ان هو يتاثر بيهم وبدا ان هو فعلا يعني ياخد من مدارسهم في مشواره التدريبي واثروا معاه كلاعب وطوروا من مستواه؟ والله كتير يعني انا مش هقولها مجامله يعني لا كله يعني ناس كتيره جدا خدت منهم سواء مصريين او اجانب يعني كتير قوي. انا اتمرنت مع كابتن سايس اتمرنت مع كابتن طبعا الجوهري كابتن انور سلامه كابتن طه اسماعيل كابتن شاو عبد الشافي كابتن احمد ماهر. كل ده كابتن مصريين مصريين ورا بعض؟ لا في جم فترات يعني البدايه كانت كابتن جوهري ثم كابتن سايس ثم كابتن طه اسماعيل. ماشي ثلاثه مدربين مصريين بعد كده اجنبي. طيب هل حصل لحضرتك كده يعني زي شق او زي خط ما بين الفصل ما بين المدرسه المصريه والاجنبيه ولا حضرتك ما لقيتش فرق كبير ولقيت المصريين برضه عندهم نفس الفكر ولا ايه اللي كان بيدور في ذهنك يا كابتن ساعتها؟ بص احنا الفكره انه المصريين عندهم مواهب وانا يمكن في الفقره اللي فاتت انت سالت حد من الشباب اللي كانوا قاعدين وهو بيقول لك احنا موهوبين قوي بس لو اشتغلنا زي اوروبا نبقى زيهم والدليل على كده محمد صلاح يعني. برضه في التدريب كده على فكره يعني انا اتمرنت مع مدربين اجانب طبعا افادوني جدا في فايسا في تسوبل في هولمان في طب مين افضل مدرب اجنبي يا كابتن؟ افضل مدرب اجنبي اتمرنت معاه؟ انا بالنسبه لي هولمان. هولمان اتدربت معاه طبعا بعد كده ساعدت جوزيه طبعا احنا هنروح للتدريب يا كابتن يعني في ناس مصريين كانوا افضل وفي اجانب كانوا افضل يعني جولنا اجانب ما كانوش واو يعني صح. ما فادناش قوي وجولنا مصريين برضو ما فادناش قوي وجولنا مصريين فادونا جدا وجالنا اجانب فادونا جدا فهي العمليه هو مين اللي جالك بصرف النظر عن هو اجنبي ولا مصري هي بس حته جزئيه الاجنبي في جزئيه ان الناس بتحس انه ممكن ما يتاثرش بالجماهير قوي او بالاعلام او باللي بيدور حواليه شخصيه ممكن كمان شخصيه قويه لا ما في مصريين جم اقوياء جدا شخصيتهم قويه جدا كابتن انور سلامه كان شخصيته قويه طبعا كابتن طه راجل محترم جدا شخصيته قويه طبعا كابتن سايس كان شخصيته قويه كابتن جوهري كان شخصيته قويه يعني ناس كتيره من اللي انا اشتغلت معاهم ولكن هم الناس ممكن تحس انه ممكن ما يتاثرش بالعوامل الخارجيه ممكن ده الاحساس اللي بيبقى عندك لكن ده طبعا مش شرط
فانا في ناس اتاثرت منهم من المصريين وفي ناس من الاجانب وخدت من ناس كتير فيهم، لكن ما فيش شك ان كابتن محمود الجوهري بحكم انه مر النادي الاهلي مثلا بتاع 3 سنين في الفتره اللي انا كنت فيها، واشتغلت معاه في المنتخب حوالي سنه وشويه وسنتين، يعني خد مثلا مني 5 6 سنين، يعني في ناس ممكن تكون مرت معاهم سنه مثلا او 6 شهور، لكن هو قعدت معاه فتره يعني سواء في النادي او في المنتخب. فطبعا من الناس اللي هو كان يعني سابق جيله او عصره في التطوير، وهو على طول كانت حياته الكوره، يعني على طول عارف انت بيتقن كل حاجه، بيدقق في كل حاجه، في شغله، في الاكل، في الشرب، في النحوه العلاجيه، في حد يكون مثلا بعيد مصاب مثلا ازاي يكلمه عشان يرجعه للملعب، يعني كان اداري كويس جدا كمان، فهو كان شبه مكتمل يعني. لكن في ناس كتيره جدا تانيين اشتغلت معاهم طبعا واثروا فيا يعني. كابتن اسامه، في اخر بقى ايامك في كره القدم لما حضرتك كنت لعيب وكابتن النادي الاهلي، ايه بقى اللي دفع كابتن اسامه عرابي ان هو خلاص يفكر في الاعتزال ويفكر ان هو خلاص يكتفي بالوقت اللي قضاه جوه الملعب وبالبطولات اللي شالها؟ ايه اللي جه في دماغك؟ او هل حد اتكلم معاك او حد شاف رؤيه ان خلاص كابتن اسامه عرابي يعني اعتزل في الوقت ده علشان يكون افضل لحظه في تاريخ حياته في الوقت اللي بيكون واقف فيه على رجليه، ولا ايه اللي دار بالظبط؟ هو طبعا اللحظه دي اصعب لحظه طبعا على اللاعب. اصعب لحظه طبعًا على اللاعب، مهما لعب ومهما بتاع اصعب لحظه. انا من الناس اللي كنت متمسكه قوي باللعب، ويمكن الفتره اللي هي مثلا من اول 32 33 سنه، يعني مثلا موسم 95 94 او 93 كمان، الناس ابتدت تكلمني في الموضوع الاعتزال، زمايلي ممكن بعض الناس اللي اعتزلوا وخدوا سكه الاعتزال، مدربين وخاصه المصريين. لكن عمر ما مدرب اجنبي من اللي انا، عشان كده قلت لك المدرب الاجنبي ساعدني في الموضوع ده، عمر ما مدرب اجنبي من اللي انا اشتغلت معاهم قال لي اعتزل، يعني عمره. يعني انا لعبت مع مستر هاريس من سنه 92 لغايه 94 95 عمره كنت بالنسبه له بلعب وما كانش فيه تاثير في الموضوع ده. هولمان قعدت سنتين معاه وكانوا بيجددوا لي سنه بسنه، كانوا بيجددوا لي سنة بسنة. عشان هم شايفين انا اخلص، هو كان يخليني اجدد. تسوبل نفس الشيء سنتين. لكن هو من كتر بقى الكلام والبتاع خلاص انا وصلت مرحله 37، دي كان سن كبير يعني، كان في الوقت ده انك تلعب في النادي الاهلي للسن ده بالذات، اللعيبه اللي في الملعب مش حراس المرمى، اللاعب يعني طبعا اللاعب طبعا كانت صعبه جدا. فالحمد لله لغايه لما بقى خلاص سوبل جالي في مره، لانه كابتن ثابت طبيعه الحال الله يرحمه زيه كمدير كوره زيه زي ما تفكير قلت لك بعض المصريين كان طبيعي، شايف انه خلاص إن انا المفروض بقى خلاص بقى له سنتين ثلاثه. لغايه لما جه بقى اخر سنه اللي هي 99 كنا واخدين الدوري 6 مرات ورا بعض، وجم قالوا لي بقى انك انت يعني المفروض بقى خلاص. وتسوبل بقى قعد معايا اللي هو اخر بقى لحظه، كنا تقريبا في كينيا او قال عليك خلاص بقى يعني اخدت قرار الاعتزال خلاص. لكن مره حصلت لي مع هولمان ان انا اخدت قرار الاعتزال وقلت له انا عايز اعتزل وكده، هو اللي قال لي لا، قال لي ما تعتزلش، قال لك محتاجك معايا، قال لي كمل وبتاع. ولدرجه ان انا فاكر كويس قوي في سنه من السنين بعد كده مستر تسوبل هو اللي قال لي كابتن صالح الله يرحمه انه اسامه يكمل معايا، وكان عندي ساعتها 36 سنه وكملت سنه فعلا بعديها يعني. فهي ظروف، لكن هي لحظه صعبه طبعا لحظه الاعتزال، لكن الحمد لله طبعا وصلت لسن مش بسهوله اي حد يعني يوصل للسن ده حتى للان، يعني مش سهله يعني لغايه توصل لسن 37 وشويه يعني. عشان كده قلت لك كابتن ساعه مش كفايه نتكلم على التاريخ والحاجات دي كلها كابتن. طيب ده كابتن بقى عايز اتكلم على منتخب مصر وكاس العالم 90 قبل ما يعني نروح للمفترق طرق ما بين الاداره وبين التدريب، وحضرتك اخترت التدريب. لكن كاس العالم 90 وكاس عالم مع جيل عظيم ومجموعه قويه، منتخب هولندا وانجلترا وايرلندا، الاختيار بقى واختيار كابتن جوهري لكابتن اسامه عرابي واللحظات اللي كابتن اسامه بيعيشها في بطوله كاس العالم
ومباراة ايرلندا والاجواء المختلفة عن الدوري المصري وعن بطولات افريقيا بقى كابتن، الاجواء دي كلها ممكن حضرتك تحكي لنا ازاي؟ طبعا اجواء جميلة وصعبة. احنا كنا بنلعب امم افريقيا 88 في المغرب مع مايكل سميث، كان ساعتها هو واخد 86 بس انا ما كنتش معاهم في 88 في المغرب، كنت موجود معاهم، وكان الكابتن احمد رفعت مدرب نادي الزمالك هو المدرب المساعد لمايكل سميث. بعد ما رجعنا من البطوله دي كابتن جوهر استلم، مسك بقى خلاص استلم حبيبك مسك خلاص المدرب اللي طلعك فريق اول واللي كان سبب بس انا 88 كنت مع المنتخب طبعا في طبعا المغرب طبعا بطوله الامم اللي في المغرب، اختارني ضمن ال 24 25 اللي هو اختارهم في البدايه من اول التصفيات يا كابتن، من اول التصفيات بس هو انا مع التدريبات ومع الوقت جالي اصابه في عضلات البطن وعملت عمليتين، والعمليتين تزامنوا في الوقت بتاع التصفيات يعني الوقت مثلا 7-8 شهور بتوع التصفيات انا في اثنائهم كنت بعمل عمليتين في عضلات البطن. الاصابه كابتن صعبه قوي ومقرفه لعب الكوره كابتن. طبعا طبعا لانها فيها وقت فيها زمن هي مش صعبه يعني، انا الحمد لله من ساعتها ما اشتكتش منها ولعبت بعديها من 90 لغايه 99 لما اعتزلت 9 سنين ما حسيتش بحاجه او يعني من بعد ما عملت العمليه، ولكن هي تزامنت في الوقت ده فاستبعدت طبعا، ما واحد مصاب ما بلعبش يعني لازم في فتره راحه وكده. ابتديت بقى قبل كاس العالم ترجع ارجع تاني للنادي الاهلي وكان في كاس عاملينها كاس اتحاد بدل الدوري عشان كابتن جوري كان لغى الدوري، كان لغى الدوري واحنا على فكره النادي الاهلي حصل عليها برده، كان الكابتن سايس هو المدير الفني وابتديت العب وكابتن جوري ضمني تاني بعد ما ابتديت العب، ولعبنا ماتش مع الاتحاد الليبي في بطوله افريقيا كسبناهم 5-0 انا فاكر، انا جبت جون كنا بنلعب في ليبيا كسبنا هنا 5 وكسبنا هناك 3 وضمني بعد المباراه ديت، وكان ناقص حوالي يمكن شهرين ونص كده على كاس العالم، وابتديت بقى لغايه لما رحنا كاس العالم. طبعا كانت الفرقه ليها قوام يعني خلاص انت بتتكلم في السنه الفرقه معروفه الاساسيين بتوعها والناس الاحتياطي، لكن كابتن جوهري كان ليه رؤيه في 3 ماتشات، فانا المباراه الاولى ما لعبتهاش اللي هي هولندا كنت احتياطي فيها، والمباراه الثانيه هو قال لي انك هتلعب مباراه ايرلندا من بدايتها، هو كان تملي بيجمع ال11 اللي يبتدوا قبل المباراه بيوم يعني يعمل لهم قعده كده وخدني انا حتى لوحدي وقال لي انك انت تبدا بكره وكده. طبعا اجواء رهيبه موضوع كاس العالم ده، وخاصه بعد ماتش هولندا كابتن كنتوا مستوعبين ان انتوا تعادلتوا مع ابطال اوروبا يا كابتن ولا الموضوع كان لا احنا ما كناش مصدقين؟ طبعا طبعا انت بتتكلم هولندا كانت بطله اوروبا 88 طبعا جيل ذهبي اللي هو كومان وفان باستن وخوليت يا نهار ابيض، مجموعه رهيبه طبعا وهي كانت مرشح الاول تقريبا لكاس العالم فطبعا المنتخب بيوميها عمل مباراه هايله جدا. طيب يا كابتن اللعيبه وانتوا نازلين شفتوا يعني اكيد كان في يعني بعض الاحاديث الجانبيه كده لما شفتوا فان باستن وخلط طبعا وريكارد يعني ايه الكلام بقى اكيد يا كابتن في كواليس كده كلام ما قلتهاش لحد دلوقتي يا كابتن؟ لا خاصه ان عارف في الزمن ده انت كنت بعيد عن اوروبا يعني رغم ان كابتن جوهري حاول قبل كاس العالم لعب حوالي يمكن اكتر من 25 30 مباراه سواء رسمي وودي وكده ومع فرق اوروبيه كتيره وبتاع عشان يشيل الرهبه دي، غير دلوقتي احنا عندنا لعيبه في اوروبا ولعيبه احترفت كتير في الالفينات وكده. انا فاكر كويس هو الهولنديين طوال قوي يعني اطوال رهيبه، شفنا فان باستن عامل ازاي يعني وخالد يعني احنا اطول مثلا واحد كان ممكن جمال عبد الحميد واشرف قاسم لما تمشي مع الهولنديين حاجه فانا فاكر واحنا نازلين في الكوريدور كده انا كنت احتياطي فهم نازلين ما شاء الله اطوال ايه واحنا معظمنا اجسام متوسطه يعني والطويل فينا مش يعني بالنسبه لهم قصير، فاشرف قاسم انا فاكر قال لي يا اسامه ما تقلع الفانيلا كده وريهم جسمك كده وصدرك عشان يتخضوا شويه عشان كده العمليه صعبه، قعدنا طبعا نضحك وبتاع لكن مواقف طبعا جميله لكاس العالم حاجه تانية خالص، الملاعب الجو والناس، وكان كمان المنتخب المصري بعيد قوي بقاله 56 سنه
انت كنت بعيد قوي يعني. انت يمكن في العشر سنين اللي فاتوا دول لعيبه كتير ابتدت تحترف. طبعا نجمنا محمد صلاح دلوقتي طبعا. واحد من احسن ثلاثه ولا اربعه في العالم، وشفنا ناس كتير احترفت في السنين اللي فاتت. العمليه الخضه دي قلت، لكن في الوقت ده كان موضوع صعب يعني. كتر خير منتخب وعملنا ماتشات كويسه قوي الثلاثه، سواء هولندا او ايرلندا او انجلترا، ويكفي ان في المجموعه دي انك تخرج بالعافيه لغايه اخر مباراه مش عارفين الفرقتين اللي هيصعدوا. صح، يعني هولندا وانجلترا وايرلندا. وايرلندا كمان طبعا الكاس واحد من احسن كاس الناس اللي جوب لعبوا الكوره في طبعا تاريخ مصر يعني. انك تقعد مع الثلاثه دول لغايه اخر لحظه في المباراه مش عارف مين الفرقتين اللي هيوصلوا، ده كانت حاجه كويسه جدا. ناس كانت فرحانه بينا وفي ناس انتقدت، بس في الوقت ده اللي وصلنا له كان هايل يعني. طيب كابتن، قبل ما اروح مع حضرتك للمفترق الطرق ده انا عايز اتكلم عليه. حضرتك قلت اللعيبه انتوا كنتوا بعيد عن اوروبا. طيب دلوقتي يا كابتن، سنه 90 وسنه 2018 انتوا عملتوا انجاز في عيون الناس احسن من الجيل اللي عمله في 2018 والجيل اللي مستر كوبر عمله، وهم خسروا في ثلاث ماتشات. انتوا خدتوا نقطتين، اتعادلتوا مع بطل اوروبا 1-1 بعد ما كنتوا خسرانين وكنتوا بتجاروب وكنتوا ممكن صح تكسبوه. مزبوط. منتخب ايرلندا يعني بغض النظر عن الماتش لكن اخدتوا نقطه طبعا. وماتش انجلترا طبعا يعني هجوم كده جه كنتوا ممكن تعملوا نتيجه ايجابيه وكنتوا ممكن تصعدوا. يا كابتن الاختلاف يعني ايه؟ ايه الاختلاف مع ان المفروض كل ما الجيل يتقدم في العمر كل ما يكون في تطور وتكنولوجيا واللعيبه بتحترف اكتر، ايه الفرق يا كابتن اسامه وايه اللي مختلف وايه اللي مخلي يعني مخلي جيل 90 ده في نظر وفي عيون الناس هو الجيل الاعظم في تاريخ مصر في كاس العالم؟ سؤال صعب. لانه مع احترامي طبعا ما فيش شك يعني المقارنه بين الاجيال وبالذات في السنين انا بتكلم على الانجاز كمان يا كابتن، الانجاز طبعا. لكن ما فيش شك انه الموهبه رقم واحد هي بتفرض نفسها. يعني اذا قلنا في جيل 90 مقارنه مواهب اكتر من جيل 2018 مع احترامي الكامل طبعًا ممكن يكون طبعًا في موهبه فذة طبعا في مركز مثلا تكون احسن من حد في الجيل، لكن مجموع ال 23 لاعب اللي سافروا 90 كلهم مقارنه بالمجموع ال 23 واحد اللي سافروا 2018 لا الجيل 90 كان فيه مواهب اكتر. ويمكن انا في جيل احنا كلنا عارفينه اللي ممكن اقول لك هو زي جيل 90 وكان يعني 2006 2008 2010 دول طبعا اللي هو الجيل الكبير بتاع كابتن حسن شحاته كابتن حسن شحاته يعني ابو تريكه وعماد متعب وحسن عبد ربه واحمد حسن وفتحي ومتعب وعمرو زكي متعب وعمرو زكي وزيدان. كل دول صراحه برضو جيل كان فيه مواهب كتيره، فده الفرق. لكن ممكن جدا سرعه الكره زادت ماشي، الخطط اللعب بقت فيها تطور في حاجات معينه ماشي، لكن انا بتكلم على المواهب كانت اكتر في 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 جيل 90. وبعدين خلي بالك جيل 90 كانوا يعني كان حلم بالنسبه لهم حلم حياتهم انه يلعب في مباريات زي ديت مع نجوم زي كده، لانه زي ما بقول لك كانوا بعيد. يمكن الناس دلوقتي بتشوف الكره العالميه كتير، بتشوف لعيبه كتير، معرفش هل الدوافع قلت عنك انت يعني تطلع اقصى ما عندك عشان انت بتشوف الناس دي على طول؟ معرفش. بس يا كابتن التاريخ بيقول ان احنا كل ما بيكون في عدد محترفين اقل بنعمل انجاز يعني انجاز اكتر. يعني مثلا 90 2006 2008 2010 يعني محترفين ما فيش كابتن عبد الظاهر، ميدو لما كان بيلعب في 2006، محمد زيدان صح، حتى كابتن ابو تريكه وحسني كانوا بيلعبوا في دول عربيه، ما كانش في حد عندنا في ليفربول ولا في ارسنال ولا في الدوري التركي. كان طبعا كابتن حسن كان بيلعب في تركيا لكن راح في دوري بلجيكا. فهل ده كابتن يعني حته ان انت تبقى موجود في بلدك وموجود بالكلام اللي هو بيتقال اللاعب المصري بيكون عنده انتماء اكتر، اللاعب المصري بيكون عنده ولاء اكتر من اللاعب الاوروبي او اللاعب اللي بيلعب في اوروبا، ممكن يكون ده برضه ليه بعض العوامل والدوافع ولا دي مش مقياس ولا ده اي كلام بيتقال؟ لا انا ما اعتقدش ان الدوافع يعني ممكن يبقى فيها جزء بسيط، ممكن يمكن اللاعب اللي هو مش محترف عايز يثبت نفسه اكتر عشان ممكن يحترف، ممكن ناس تعرفه، يمكن اللي محترف
عارف ان هو محترف فممكن دي بالنسبه له خلاص هو وصل. بص كابتن انا انا بحكم كده ماشي، فيها جزء شفناها في مصر في منتخب كوت ديفوار اللي فشل في سنين كتير جدا يوصل للرقم البطوله غير من فتره قليله. ممكن ممكن يا عمر برضو انا يعني صح ممكن تكون فيها جزء يعني اللعيب اللي هو وصل خلاص للاحتراف الاوروبي حتى في المنتخبات الافريقيه يمكن حصل له تشبع شويه. هم بيقولوا ان هو خلاص مش فارقه معاه. أيوة. يعني هو كمان وقت البطوله كابتن كان في شهر يناير في نص الدوري الانجليزي، ففي ناس بتبقى تسيب الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي تيجي تلعب مع منتخب بلادها، لكن دلوقتي الوضع اختلف، البطوله في الصيف وكمان مش في نفس السنين اللي فيها كاس العالم، فاعتقد الوضع يكون احسن. ممكن ده يكون سبب يعني سبب من الاسباب، سبب من الأسباب بس طبعا مش كل طبعا الأسباب طبعا يعني طبعا ان طبعا هو حصل اللي هي جزئيه التشبع دي. يمكن اللعيب اللي بيلعب في محلي في بلده بيبقى عنده تعطش وانه عايز يعمل حاجه، عايز وعايز يوري الناس ان هو كويس، ممكن دي فيها. بس برضو متوقفه على المدير الفني اللي معاك، متوقفه على نوعيه اللعيبه اللي معاك، متوقفه على نوعيه اللعيبه اللي معاك، نوعياتها القدرات الفنيه والشخصيه، عشان برضو الناس لازم تفرق بين اللعيب الموهوب واللعيب اللي عنده شخصيه. احيانا كتيره جدا اللعيب اللي عنده شخصيه قويه وموهبته اقل نسبيا بيتفوق على لعيب موهوب. طبعا طبعا نمره واحد الموهبه ما فيهاش كلام في كره القدم، نمره واحد الموهبه. ولكن زي ما قلت لك احيانا لعيب موهوب ويهدر موهبته. واحنا شفنا ده كتير جدا في الكره المصريه وشفناه في الكره العالميه كمان. وفي لعيب ممكن يكون اقل موهبه ولكن شخصيه قويه، عنده اصرار، عنده تصميم، عنده كفاح، تلاقيه بيكمل. يعني انا عايز اقول مثلا يعني نجمنا محمد صلاح مثلا موهبته عاليه طبعا مفيش شك، بس عنده ولكن شخصية. عنده شخصيه واصرار وعايز، لكن في لعيبه كابتن تاني احسن منه. برافو بس عليك. هو شخصيته كابتن هو عايز. برافو عليك. يعني في لعيب، في لعيبه جت في الكره المصريه لا تقل موهبه عن محمد صلاح وخدوا فرص ان يروحوا اوروبا وفشلوا. او مع كامل احترامنا لنجمنا المصري محمد ابراهيم، بس كله توقع في المنتخب ان محمد ابراهيم ولا محمد صلاح، كل محمد ابراهيم هو اللي هيعدي هو اللي هيتالق. العكس، محمد صلاح كابتن هو اللي في ليفربول وثلاث احسن لعيبه في العالم ونهائي دوري الابطال السنه الثانيه على التوالي. لا في لعيبه كتير اهدروا فرص، احنا ما كانش عندنا الفرصه دي. يعني الجيل بتاعنا ما كانش عنده فرصه الاحتراف الخارجي ده. يعني مجدي عبد الغني طلع كده في قبل كاس العالم في بيرامار سنه ولا سنتين، وكان مجدي طلبه في باوك بالصدفه. يعني مش ما كانتش زي دلوقتي الناس كلها شايفه والناس كلها عندها طموح انها تسافر والعالم كله خلاص عارف ان في مصر، ما كانتش موجودة دي. لكن في ناس أتح لهم الفرص زي محمد صلاح ولكن ما استغلوش نفسهم أو موهبتهم زي محمد صلاح. يعني كابتن أسامة ليه اختار التدريب على حساب الإدارة؟ والله أنا يعني الحمد لله عندي قدرات برضو إدارية، ولكن لأنه خلي بالك المدرب بيجمع بين كل الكلام ده. المدرب لازم يبقى عنده جزئيه في الاداره. تمام. ما ينفعش المدرب معاك كابتن صح طبعا، لانك انت في النهايه مش عشان حاجه، بس هو رقم واحد في الفكر فني. ايوه انت رقم واحد في العمل، يعني انت لازم تدير المنظومه اللي معاك، فانت فيها جزء اداري. ولكن انا من وانا بلعب حتى زمايلي كانوا حاسين ان انا ممكن ابقى مدرب. يعني انا كنت مثلا هتلاقي عندي حاجات محتفظ بيها، تدريبات من ايام 83 84 مع الكابتن جوهري وسايز وطه اسماعيل، كابتن طه او مدربين اوروبيين. دي حقيقه والله صح. تملي كنت اتناقش في الموضوع الـ الـ التشكيلات ومين اللي يلعب ونلعب بطريقه ايه مع زمايلي في الاوضه او في او حتى مع اروح اسال المساعدين. حتى تسوب المره قال لي على فكره انت لازم تخش التدريب، انت ممكن تبقى مدرب كويس. يعني لاني كنت اتمنى اروح اساله انت عملت التدريب ده ليه، احنا مش عارف ايه، كنت اتمنى اناقشه في الحاجات التدريبيه. يعني فهي جت، يعني حسيت ان اتجاهي كده. يعني انا عايز ابقى في جزئيه التدريب باللي انا كنت بعمله سواء. وبعدين برضو من وانا لاعب الحمد لله عندي جزئيه اللي هي انك انت تنظم اللعب مع زمايلك. يعني انت تعالى اقف هنا، انت اتكلم. يعني في لعيبه كتير بتلعب وملهاش دعوه
ملهاش دعوه باللي حواليها في اللي بيدور في الملعب. خلي بالك جزئيه القياده في اللعب دي مهمه جدا طبعا. يعني انا عشت مع ناس قبليه كلهم قيادات، وعشت مع ناس في سني برضو كده كله كان بيوجه بعضه في الملعب. يعني تلاقي حد من الخط الخلفي يوجهك اقف اطلع ما تزيدش، مثلا واحد في نص الملعب يوجه زمايله قدام. فدي برضو كانت الحمد لله عندي، فهي جت من كده. يعني جزئيه ان انا حبيت التدريب من الحاجات دي كانت فيه هي في شخصيتي، يعني انا بحبها. يعني كابتن اسامه، ممكن يعني لو قلت حضرتك مين من افضل المدربين حضرتك مرنت معاهم تختار جوزي؟ جوزي طبعا صح، ولا ممكن يكون في اختيار؟ هو طبعا هقول مستر جوزي، لانه مستر مانويل جوزي انا قعدت معاه فتره. يعني الفتره الاولانيه بس خلصت على طول كوره، بقيت على طول في الفريق الاول النادي الاهلي على طول صح كده يا كابتن؟ كان مع مستر تسوبلي. تسوبلي انا لعبت معاه الاول مستر تسوبلي. مستر مانويل جوزي قعدت معاه فتره طويله زي ما قلت انا كابتن جواري في التدريب كواحد مرني، قعدت معاه مثلا 5 سنين يعني مرني بتاع 5 سنين. برضه مستر مانويل جوزيه قعدت معاه فتره طويله، يعني في 2000 2001 لما خدنا بطوله افريقيا وكاس السوبر، وطبعا ماتش الزمالك الشهير كسبنا فيه 6-1. وبعدين بعد ما مشي كمان وعودته مره ثانيه رجعت معاه. كنا حضرتك كنت موجود معانا في فريق كابتن 14 سنه في فرقه ناشئين النادي الاهلي. مظبوط حضرتك كنت موجود لما رجع حضرتك. مظبوط رجع حضرتك كنت الجيل بتاعك كان مؤمن زكريا وكان الشناوي بس كابتن مؤمن حضرتك عملت مع حركه كابتن غريبه قوي في الاول. ايه حضرتك فاكر كابتن لعبت في الاول؟ زي باك يمين كنت بتلعبه مساك وباك يمين. ايوه باك يمين. وبعد كده حضرتك الدور الثاني كنت بتلعبه تحت رؤوس الحربه. صح. مع ان مؤمن اصلا المفروض ان هو كان مركزه تحت راس الحرب. مظبوط. لكن يا كابتن حضرتك يعني حضرتك دايما بتحب تجرب اللعيب في اكتر من مكان. يعني هو يعني اللي احنا شفناه ان مؤمن زكريا من اول بقى جيل تحرك جيل بتاعنا بدا ان هو يعني يتطور وبدا يكون ليه شان، واحد دلوقتي من نجوم النادي الاهلي. طبعا. هو بطبيعه طبيعه اللاعب نفسه موهبته. خلي بالك في واحد بيقدر يلعب في مكان واحد او مكانين على الاكثر. انا بتكلم من السن صغير بتبان يعني. وفي واحد بيبقى عنده تنوع اكتر، ممكن ما يكونش احسن. يعني ممكن انا مثلا في واحد بيلعب راس حربه واحسن واحد في العالم بس ما يعرفش يلعب مساك مثلا او سنتر. ممكن واحد يكون اقل منه بس يقدر يلعب سنتر ويقدر يلعب ظهير ويقدر يلعب نص ملعب ويقدر يعني بيقدر. انا كابتن قلت ليه كده؟ عشان حضرتك الواحد المدرب الوحيد اللي في العالم اللي اعتقد اللي وظف مؤمن زكريا في مركز الباك رايت. يعني يا كابتن لو حد يعني يتكلم معانا مش هيصدق، بس مؤمن اجادها وكان بيلعب كويس. حضرتك كنت محتاجها كويس جدا طبعا. وعلى فكره في ماتشات في الفريق الاول مؤمن كان ممكن يلعبها في الظهير الايمن، بس هو طبعا خلاص كان تالق في المركز اللي هو تحت المهاجمين لانه بيعرف يجيب جون وبيعرف يصنع لعب، لكنه كان مميز. فانا بقول انه في لعيبه بحكم يعني بتعرف توظف نفسها في اكتر. يعني احنا احمد فتحي مثلا بيقدر يلعب ظهير ايمن، يقدر يلعب مساك، يقدر يلعب وسط مدافع. ممكن واحد يكون عماد متعب بس ممكن يكون احسن هداف في مصر بس ما بيقدرش يلعب مثلا مساك. صح. ففي لعيب بيقدر يلعب في اكتر من مكان، ومؤمن كان في الجزئيه دي. يعني يقدر يلعب وسط ملعب، يقدر يلعب ظهير، يقدر يلعب تحت راس الحربه. فمؤمن كان عنده التنوع ده. بس فبالنسبه لمستر مانويل جوزيه طبعا انا قعدت معاه فتره طويله، ولما رجع تاني 2004 2005 كان الفتره الاولانيه كان الكابتن مختار واحمد ناجي وحسام البدري، بعد كده كابتن حسام البدري وانا وكملنا معاه يعني. فهو طبعا من الناس اللي استفدت منهم جدا. ايضا مارتن يول اللي انا بقول هو ما خدش حقه في مصر، بس للاسف يا كابتن لانه وقته كان صغير. للاسف يا كابتن اسامه انا عايز اكمل مع حضرتك ولكن لا خلاص الوقت يعني خلصت. يا كابتن اسامه كنت صاحبك طيب، شرفتني ونورتني، ورمضان كريم على حضرتك وعلى الاسره الكريمه كلها، وسلامنا للكابتن امين ولكل افراد الاسره يا كابتن. الله يخليك، كل سنه طيب عمر، وكل سنه وكل المصريين بخير وكل الامه الاسلاميه، ورمضان سعيد عليكم. ان شاء الله اكون موجود معاك تاني يا كابتن مره ثانيه نتكلم بقى على تاريخك التدريبي يا كابتن اسامه. باذن الله ان شاء الله. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الثالثه مع واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي الكابتن اسامه عرابي. نشوفكم دايما على 1000 مليون خير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.